نظم ناشطون في الريف الغربي ناشطون ثوريون وقفة احتجاجية حقيقة احتجاجا على القرار الأمريكي بنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس، وهذا ما يعني اعتراف بيهودية القدس، القدس التي هي عاصمة عربية فلسطينية وعاصمة لكل الأديان السماوية وعاصمة للإنسانية. القدس ستبقى ويرحل ما دونها، فمصير الظالمين إلى الفناء. حكامنا باعوا ضمائرهم، فلا شرف يحميهم ولا وفاء. رغم الألم ورغم الجراح، هم نشطاء الثورة السورية يؤكدون على وحدة الدم ووحدة المصير ووحدة الألم ووحدة الجرح. القدس عربية وستبقى عربية بإذن الله، ولا خيار يحيدنا عن هذا المصير إلا الموت بإذن الله. بالأقصى تلاقينا جيوش العز بتندهلينا، دم الشهداء بيحمينا، الوطن بده رجال. هذه الوقفة نظمها ناشطون بريف حلب الغربي احتجاجا على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، مشددين على أنها عاصمة دولة فلسطين العربية. عمار جابر، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي.